المجتمع حاجة تهمنا كلنا، وأعتقد إننا لسه قادرين نحافظ على التقارب في العلاقات، على اللمسة الإنسانية. بيتهيألي إن التكنولوجيا قادرة إن هي تحضن الناس، ولفتة صغيرة زي ابتسامة هي اللي بتعمل كل الفرق. للأسف لما المؤسسات بتكبر بتخسر النوع ده من العلاقات مع ناسها. بس التكنولوجيا النهاردة عندها الحلول المناسبة اللي ترجع للعلاقات دي إنسانيتها. أنا انطلقت بيها مع سامسونج، وقدرت أرجع اللي كان بين الشركات وعملائها عن طريق تطبيق تعريفة اللي هيخلي الشركات تكافئ عملائها الأوفية بلفتات صغيرة عشان تعرفهم إن هي بتفكر فيهم، وبكده هترجع الابتسامة على وشهم من تاني.